دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إنه الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطان ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأننا عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما تستاهل يا خلفان. خير خير إيش هناك؟ أنا الحين بروح مسقط. زين هي صاير؟ خبرني طمني. أخوي خلفان في المستشفى. وأنا
وانت ايش بتسوي لوحدك يا بنتي؟ انا ما صغيرة يا ابوي، ولا تنسى انه عندي بكالوريوس تجارة بتقدير امتياز. كنت اتمنى يا بنتي اني افرح معاش واقول لك مبروك، لكن الله يجاز اللي كان السبب. الله يجاز اللي كان السبب. ابوي لا تشغل نفسك بهذا الكلام، هذه سحابة صيف وبتمر بسلام. وليش يا بنت انت تتحملي كل هذا؟ ليش؟ يا ريت لو عندي ولد. الله يا ابوي، كنت دايما تقول هند عندي احسن من الف ولد. ليش؟ انا ما ممكن احمل عنك يعني؟ والله والنعم بيش يا بنتي، والنعم بيش. بس المسألة محتاجة لمهندس كفء وامين، ويمكن محتاج لمهندسين وثلاثة وأربعة. المسألة محتاجة لفلوس وتعب وجهد، ومدة الخمسة أشهر ما كفاية يا بنتي. أنا بإذن الله بصلح كل شيء، ولأني بنتك برجع كل المهندسين والعمال المخلصين اللي طردهم سالم. زين يا بنتي، والفلوس من وين تجيبيه؟ الحمد لله على السلامة يا حلفان يا أخوي، أنا تحت أمرك بالمبلغ اللي تحتاج له. عبد العزيز شد حيلك يا اخي يا خلفان، شد حيلك انت. ويش انت بعد هذه يا خلفان؟ يا اخوي نحن مهما صار بيننا فنحن اصدقاء، يكفينا نحن في مهنه واحده وطول عمرنا اكثر من الاخوان. والواحد اللي ما يقف جنب اخوه في محنته ما يكون ادمي. كثر الله خيرك يا اخوي عبد العزيز، كثر الله خير. نعم والنعم فيك، والنعم فيك يا خلفان. يا أخوي أنا وعمالي ومخازني وفلوسي تحت أمرك. شكرا يا عم عبد العزيز. الشكر لله يا بنتي، الشكر لله، ماذا داعي تشكريني أنا؟ أنت لو كنت تعرف العلاقة القوية اللي كانت بيننا ما كنت قلتي لي شكرا. الله يجازي الناس اللي سمموا علاقتنا يا خلفان يا أخوي، الله يجازيهم. نحن ياما اشتغلنا مع بعض، وياما سافرنا مع بعض، وياما حملنا بعض. تذكر يا خلفان يا اخوي اخر سفره ايش اللي صار فيها؟ تذكر يا عبد العزيز لما كنا نشيل جواني فوق ظهور علشان نرسل فلوس؟ ايام قاسيه ما تنتسي. بس المهم انت اهتم بصحتك يا اخوي يا خلفان، وسامع اخوك على سالفة المناقصة الا ضراب بها سالم. سالم الله يجازيه على اعماله. انت يا ابوي كنت معطلنا الثقة الزايدة لحد ما غرقنا وشوه صورة المهندس اللي كان يشتغل بجهد. وليش؟ علشان ينهب على راحته. ما عليه، مثل ما قلنا كل شيء بيتصلح. آخر شيء كنت أتصوره أنه يبيعني. لا تفكر في شيء الحين يا خلفان يا أخوي، مهما كسب فهو الخسران. يكفي أنه خسر نفسه وخسر سمعته. وإيش يعني كسب؟ فلوس تفدى راسك يا أخوي يا خلفان، كل شيء بيتعوض بإذن الله. سالم عديم الضمير وما أعتقد أنه يهمه شيء. يا بنتي الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء، وهذه هي الدنيا. تو انت ايش اللي جاي منك هني؟ جاي اشوفك ولا بتطرديني مثل ما طردني امك؟ ابوي طردك؟ وايش اللي صار؟ وبعدين لازم تعرف يا سالم ان عمي خلفان منوم هني. عارف. وابوي عنده الحين. ابوك ايش السالفه؟ أنا الحين أستأذن عنك وبزورك إن شاء الله مرة ثانية. أنا خاف بس لا تعجبك القرزة هنا يا خلفان، ترى والله ما فيك شيء يا أخوي. الله يجازيك يا عبد العزيز. وأنت بعد يا هند يا بنتي، أريدك تطمني العمال والمهندسين اللي عندي بيقوم باللازم. والله يا أخوي يا عبد العزيز ما أعرف كيف أشكرك بصراحة، غرقت بفضائلك أنت. تشكرني؟ تشكرني على إيش يا خلفان يا أخوي؟ هذا واجب علي، وبعدين نحن إخوة. أنا أشكرك كثير يا عمي، أشكرك كثير. أوه
ايش سالفة الشكر هذه؟ يا هند يا بنتي، انا وابوش ممكن نختلف، ممكن نزعل، لكن كل واحد فينا قلبه على الثاني. يا ريت سالم يعرف ولو جزء من هذه المعاني الطيبة. سالم مثل الشيطان، والشيطان موجود في كل زمن وكل عصر، لكن بالحب والتعاون والإخلاص ما يكون له وجود يا بنتي. وين فاطمة؟ ما شوفها مرت. الحقيقة فاطمة ما قصرت، تعبت معانا كثير. الله يخلي لك إياها يا عبد العزيز، الله يخلي. هذا شغلها يا أخوي خلفان، ولا تنسى إنها هي صديقة هند. عموما أستاذن عنكم. شوفي سمعيني، ها فاطمة تجي معي؟ لا أبوي، أنا بعدني ما انتهيت فترة دوامي، ويا ريت لو تاخذ معاك هند شوية ترتاح في البيت. لا يا فاطمة، أنا ما بترك أبوي أبدا. زين أنا أستاذن، مع السلامة. مع السلامة. كثر الله خيرش يا بنتي، كثر الله خيرش. أصيلة مثل أبوش، صحيح ما تعرف الرجال اللي عند الشدايد، وفي ناس لين الحين عايشين بعقلية الزمن الغابر، ما حاسين بالتغيير اللي يصير. سالم ولد أخوه ليش ما يريد يفهم هذا الشيء؟ ليش يا بنتي ليش؟ طيب عن إذنكم. قومي انتي بعد الثاني بالدرب، قومي. خلفان أخوي سلامتك. إبراهيم سلامتك أخوي خلفان، سلامتك يا أخوي. الله يسلمك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يطول عمرك يا عم. سلامتك يا أخوي، إيش اللي صار؟ أريد أعرف بالضبط إيش اللي صار. أبوي، أهلا أبوي. أهلا، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. أنت جايب روحك والوالدة معك؟ أنا جاي بروحي، يا ريتني ما جيت. ليش يا أبوي الله يهديك ليش؟ أنت هيتك بالدنيا كلها، يا ريت لو أنت والوالدة تيجون تجلسون معي كم يوم يعني. أنا ما جاي أشوفك ولا حتى أريد أشوفك، أنا جاي أشوف أخوي. عمي خلفان ما تتصور يا أبوي كم أنا زعلان عليه. مسكين عمي خلفان مسكين. إيش؟ أما صحيح إنك نمرود تقتل القتيل وتمشي ورا جنازتي يا ظالم؟ اللي صار لعمك خلفان انت السبب فيه. حتى انت يا ابوي، حتى انت. انا مهما قلت انا عارف انك ما راح تصدقني. ما بصدقك لانك كذاب، والكذب راس كل خطيئه يا سالم. يا ابوي انت فاهم غلط، والله فاهم غلط. انا عرفت كل شيء، وعارف ولدي زين. انا عارف انك زين يا سالم، عارف انك زين يا سالم. طعت الشيطان والشيطان اغراك، طعت نفسك والنفس أمارة بالسوء. أنا عارف، عارف أني مهما قلت ما راح تصدقني. أنا ما جاي علشان أسمعك تزيد وتعيد، أنا جاي أصلح اللي أنت سويته. يعني إيش؟ يعني هات الفلوس اللي خذيتها من عمك، الفلوس اللي حطيتها في جيبك حرام. يلا يلا هات الفلوس، يكفيه غش وتضليل للناس. أنا ما سويت شيء ولا خلت فلوس حد. يعني عمي يريد يتهمني كذي وبس، يغلط هو ويدفع الثمن. أنا عارف، أنا عارف إنك أنت ما راح تصدقني. ما هو هذا أخوك اللي مزعلنك سنين طويلة واللي بهدلك قدام الناس؟ الحين هو الصح ولا الغلط؟ لمتى؟ لمتى ما يكون لي عندك خاطر؟ إلى متى بظل الثقة بيننا مفقودة يا أبوي؟ خلاص؟ خلصت؟ قلت الكلمتين اللي تكررهن كل ساعة والحين؟ بتظن إنك بتضحك علي بهذه الكلمتين؟ اسمعني زين، هذا الكلام روح اضحك بيه على أمك، أما أنا لا. كري اشتريت عمي وبعتني؟ أنا اشتريت الحق يا ولد، الحق اللي أمرنا به رب العالمين، واللي أنت نسيته مع نفسك ومع عمك ومعي أنا بعد. يعني يرضيك؟ يرضيك تترك عمك متورط وهو راقد في المستشفى مريض بسببك؟ هذا جزاء؟ هذا جزاء بعد ما خلاك رجال؟ أنا رجال غصب عنك. بس ولا كلمة، بعدك بتغلط على عمك قدامي؟ اسمعني زين، هي كلمة ما بعيدها، يا أنك ترجع الفلوس اللي خذيتها من عمك وتروح تعتذر منه وتبوس راسه،
يا أنت من طريق وأنا من طريق آخر. إيش قلت؟ رد. أنا ما عندي شيء ولا خليت من حد شيء. يعني مصر على رأيك. زين، أنت اللي اخترت وأنت اللي بتتحمل مسؤولية اختيارك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعوضني عنك، الله يعوضني عنك. الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بنعمة. عساك طيب خير وعافية. الله يحييك. تفضل سريع سريع سريع. حياك الله صالح اخوي. كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله صحتك زينة الحين. سلامات سلامات يا سلام. الله يسلمك ويعافيك. فيك الخير يا صالح يا اخوي، فيك الخير. الله يعطيك العافية. الظاهر انكم ما متعارفين، هذه بنتي هند يا صالح. هند؟ ما شاء الله، صارت عروس عاد؟ ايه نعم صارت عروس. هند يا بنتي هذا عمي صالح ابو المهندس سيف. سيف؟ ايه نعم. ايه نعم سيف، سيف اللي انا ظلمته. يا ريتني سمعت كلامك يا صالح يا اخوي، قلت اللي تحذر وما تحذرت. كل شيء مقدر مكتوب يا استاذ خلفان. إيه. وما حد يقدر يهرب من المكتوب. لكن سيف، اقصد المهندس سيف، وين الحين؟ يشتغل في صلاله يا بنتي. صلاله؟ صلالة. الله يسلمك يا ابوي. الله يسلمك. الله يسلمكم ويخليكم لي. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يا ابوي. مره ثانيه يا عمي، مو لهذه الدرجه عاد. يعني انا وين رحت؟ ترى استقبالك يا ولدي. وانا اكثر بعد يا ابوي اشتقت لكم. انا قلبي حاس انك بترجع بعد ما تثبت براءتك. ايه، راشد صديق اتصل فيني وخبرني على كل اللي صار. انا متاسف على سالم لانه قتل كل شيء حلو بداخله. متاسف عليه بعد كل اللي سواه معك؟ مهما كان يا ابوي فهو صديقي وصاحبي. بس هو ما حط اعتبار للصداقه ولا للمعرفه يا ولدي. علشان كذي يا ابوي انا متاسف عليه. يا ابوي اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. الله يكملك بعقلك يا ولدي، بس من اليوم ورايح ابتعد عن طريقه. انت من طريق وهو من طريق، يكفي اللي صار. اطمني يا امي اطمني. والاستاذ خلفان ايش مسوي الحين؟ ايه يا ولدي، ندمان علشان فرط فيك. الشركه غرقانه وهند المسكينه ما عارفه ايش تسوي بروحها. هند؟ تفضل. قاسم، اهلا يا قاسم، كيف الحال؟ الحمد لله، جيت اسال عنك شفتك قدامي. وانا بعد ما انكر اشتقت لك كثير. وانا اكثر. خالتي كيف حالك؟ بخير يا ولدي. وانت الحاج كيفك؟ الحاج الله يسمع منك يا ولدي. بتحج هذه السنه ان شاء الله، انا مجهز كل شيء. طيب انا بستاذن الحين شوي، بدخل داخل اغير ملابسي. وانت يا قاسم تفضل استريح. ولا يهمك. ما اقدر ترجع لخلفان مره ثانيه بعد سوات ولدك. كيف ممكن اواجه خلفان اخوي؟ ايش اقول؟ سالم ما قال لك انه ما ماخذ من عند حد شيء؟ يا حرم يا حرم، كبري مخك شوي، فكر زين. لا تخلي حبك لولدك يعمي عيونك عن الحقيقه. ولدك غلط واختار طريق الغلط. مهما كان هذا ولدي، لازم يكون قلبي عليه، لازم اخاف عليه. يا ابراهيم، هذا ولدنا الوحيد، الحق عليه قبل لا يضيع نفسه. الحق عليه. الحق عليه بايش؟ الحق عليه بايش؟ ترى انا اعطيته فرصه عمره علشان يرجع لربه ويستغفر من ذنوبه ويرجع الحق لاصحابه. ما رضي، ما رضي يا جميله. سمع، نسأل عليه قولي إن مات. كان عندي ولد ومات، مات مات. يلا
هذا اللي صار. ثقة زايدة كانت نتيجتها قاسية على أبوي، ومثل ما أنت تشوف. إيش أقول بعد؟ زين ليش؟ إيش اللي يخلي سالم يسوي كل هذا؟ وأنتوا بتتزوجوا والخطوبة تامة، يعني بتصيروا أهل، والمفروض اللي يمسكم يمسه. معقولة؟ حد يرضى يبهذل أهل بيته بالطريقة هذه؟ أنت إيش تقول؟ سالم هذا عمره ما كان خطيبي ولا بيكون. إيش؟ بس هو فهمني. سالم صحيح خطبني من أبوي، لكن أنا رفضت. رفضتي؟ طبعاً. الله يخليك، خلينا من سالفة هذا الإنسان. أحس بضيق في النفس لما أسمع اسمه. غريبة. المهم، متى ناوي تروح صلالة؟ أنا رجعت علشان أوقف جنبك، قصدي عشان أوقف جنب الأستاذ خلفان وأبدأ معاه المشروع اللي بدأته. المهم، تقدر تقوم بهذه المهمة خلال 5 شهور؟ بإذن الله في أقل من هذه المدة. أنا سهند، إحنا ما لازم نضيع الوقت أبداً، ومن بكرة بإذن الله نبدأ العمل. ودائماً مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، وخطوتنا إحنا نعرف من وين نبدأها. الرقم غلط، مع السلامة. أبوي؟ أنت كنت منتظرة تلفون من حد الحين؟ لا لا أبدا يا أبوي. أنا بغيت أفاتحك في موضوع يا فاطمة. تفضل. يا فاطمة يا بنتي، أنا أحمد الله على أني خرجت من موجة الحزن اللي كنت فيها. الحياة ما تتوقف بموت إنسان، لا، الحياة مستمرة إلى أن يشاء الله. أبوي أنت بغيت تقول شيء؟ اللي بغيت أقوله يا فاطمة يا بنتي، إن في أكثر من واحد يريد يخطبوش، بس أنا أقطع عليهم لأني ما أريد أحرجك. فاطمة أنت لازم تتزوج يا بنتي وتشوفي حياتك، أنا ما أريد أشوفك قلقة. فاطمة، عقلك وقلبك هم طريقك، فهمتني؟ فهمت. إنك اهلا وسهلا بالاستاذ عبد العزيز. مرحبا، مرحبا. اهلا يا بنتي، اهلا بالنشمي. اهلا. ها العمال عندكم كافيين ولا تريدوا عمال اكثر؟ الحمد لله، العدد الموجود كافي ويفي بالغرض وزاد بعد. الحمد لله يا ولدي، انا مطمن. طالما انت ماسك العمل انا مطمن. اشكرك. الحقيقه يا عمي سيف، اول ما درى باللي صار لابوي والشركه ترك شغله وجاء على طول. لانه من معدن اصيل يا بنتي. نعم. المهم الحين شوف خلفان ايش اللي مسوي. شوي شوي يا استاذ خلفان، وعلى مهلك. شوي شوي. ابوي لو ترتاح داخل احسن. يا بنتي خليني ارتاح، انا تعبت من النوم على سرير المستشفى. عموما الف الحمد لله على سلامتك يا استاذ خلفان، نورت بيتك يا استاذ. الله يخليك. تحت. الله يخليك. شوي شوي. احسنت، ما قصرت. الحقيقة يا أبوي سيف، أقصد المهندس سيف، قام معنا بمجهود يشكر عليه. هذا أقل واجب ممكن أقدمه للأستاذ خلفان يا هند. يا ولدي يا سيف، أنا أعتذر عن اللي صار مني، ويا ريت، ولو أن كلمة يا ريت ما تنفع الحين. هذاك الملعون اتهمك عشان يداري عمايله،
وأنا أعطيت الفرصة وهذه النتيجة. أبوي وبعدين؟ يا بنتي خليني أتكلم، خليني أفضفض يمكن أرتاح. بس الدكتور قال يا أستاذ ما أريد أي انفعال، صحتك الحين أهم من أي شيء آخر. صحيح هند، ما قلتي لي الفلوس اللي عندنا تكفي؟ حتى بصرف آخر بيسة علشان اسمك يظل نظيف، وإن شاء الله بنسلم المشروع في الموعد المحدد، والبركة عاد في المهندس. أنا أريدك تطمن يا أستاذ، لا تشيل في بالك أي شيء أبدا. أما عن سالم هذا فأنا بتصرف معه، لازم أخليه يرجع اللي أخذه، لازم. يا ولدي يا سيف، أنا أفضل أنك تركز في عملك يكون أحسن. سيف كلامه صحيح، ما معقول أن تركه كذا ولا كأنه سوى شيء. يا بنتي أي محاولة معاه في هذا الوقت ما راح تنفع، لأن اللي راح ما بيرجع، واللي تكسر ما بيتجمع. بس أنا ما بخليه يا أستاذ طرفان، ما بخليه وبواجهه. أشوف ماسكين طابور علي، كل مرة واحد ييني ويسبني شوية. أنا ما جاي أسبك، أنا جاي ألحق صديقي، جاي ألحق صديقي علشان يرجع لطريق الصواب. إذا وفر كلامك لنفسك. سؤال واحد بسألك إياه، أنت ليش سويت كل هذا؟ يا أخي تراني كشفت لك كل السالفة قبل هذه المرة في مكتب عزيز عبد الله. يا حبيبي أنا طبيعتي كذي، تركيبتي كذي. نسيت اللي ورطته وبهذلته هو عمك؟ كيف؟ معقولة؟ يا سالم الفرصة لا زالت أمامك. الفرصة عندك، أنا جالس أعطيك فرصة عمرك. أنا سويت اللي سويته وكشفت نفسي علشان تكون بطل على حسابي، الفارس المنقذ مثل أساطير القديمة. يجي البطل حق البطلة الجميلة وتقول لها شبيك لبيك أنا بين يديك. أنت إيش تقول؟ أكيد تخرف. بدل لا تيجي تسمعني الكلام اللي سمعته من أبوي وراشد وعبد العزيز عبد الله اللي ما سلمت من لسانه، أنت المفروض عليك أنك تيجي وتشكرني. أشكرك؟ على إيش؟ على أني تركت لك الساحة فاضية، الحب والفلوس تركتهم لك، وأنا إيش خذيت يعني؟ مبلغ بسيط، كل شيء بيكون لك يا حبيبي. أعتقد تأكدت أني أحبك ومخلص للصداقة اللي بيننا. ما كنت أعرف أنك خسيس لهذه الدرجة. أنت تعتقد أن كل الناس عديمة الأخلاق مثلك؟ ما عندها ضمير مثلك؟ تفسر موقفي بأفكارك الشيطانية هذه لأنك خسيس؟ لا أرجوك، ألزم حدودك وارفع مستوى المناقشة يا صديقي. أنا عمري ما كنت طمعان في أي شيء، أنا سويت اللي سويته معاهم لأن الأستاذ خلفان هو أول إنسان أعطاني الثقة وأعطاني فرصة عمل حقيقية، وخيره وأفضاله علي وعلى أبوي قبلي. إنزين إيش تريد مني الحين؟ أنا قلت كل اللي عندي وأعتقد أنك قلت اللي عندك، إيش تريد بعد؟ ما أريد شيء. إيش اللي ممكن أقوله بعد؟ يقول الضرب في الميت حرام، وانت ميت يا سالم. بكرة ما تعرفوا انتوا امثالك من انا، من سالم ابراهيم. بتعرفوا انتوا امثالك من انا، انا سالم ابراهيم الاذكى والاقوى، وبكرة بكون علم ساطع في عالم المال والتجارة، والبقية تأتي. سبعة وعشرين أربعين تمام. مزبوط. السلام عليكم. هو عليكم السلام، أهلا يا هند. ها إيش سويت؟ والله سويت تعديل بسيط ما بيكلفنا شيء. تفضل. ها إيش هذا بعد؟ أنا ما أفهم في الرسومات، اترك لي الحسابات وانت عليك الهندسة. لا الحقيقة مصاريف اقتصادية بحتة. يعني حساباتي معتمدة؟ كيف انت بعدك جالس؟ يعني بعدني ساعتين ثلاث. سيف انا ما ادري ايش كنت ممكن اسوي من غيرك. لا انت قد المسؤولية يا هند. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ابوي؟
ايش فيك اليوم؟ الاحظ عليك متغير. تفضلي قريب. انا سوف اقوم بزيارتك في البيت لمناسبه سعيده، وهي خطبه بنتك فاطمه الساعه 7:30 مساء يوم الخميس. قريتي؟ ايوه. واحد يريد يخطبك مني اليوم بالليل، والغريبه ان ما ترك اسمه. ايش رايك؟ هذا من البدايه اسلوب غريب، ايش يطلع ما ادري، خلينا نشوف وبعدين نقرر. لو يتحقق اللي في راسي بيكونوا كل اللي في هذا البيت راهن إشارتي. الأستاذ عبد العزيز موجود؟ أي نعم، تفضل. شكرا. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. مساء الخير يا عمي. أنت؟ خير؟ إيش تريد؟ إيش اللي جابك هنا؟ أنا ما حذرتك وطردتك من مكتبي؟ وأنا رديت عليك وقلت لك بنتقابل مرة ثانية، صح؟ نعم؟ أنت إيش تريد؟ شغل؟ ما عندي شغل. على فكرة الغلطة اللي غلطتها في المناقصة أنا خلاص صلحتها مع خلفان. تتذكر عمك خلفان؟ ولا تريدني أذكرك؟ زين، ممكن تسمعني؟ لا، ما ممكن أسمعك، ما عندي وقت. تفضل تفضل تفضل، اطلع برا برا، أنت برا ضيوف في هذا الوقت. أنا الضيوف، والدليل الرسالة اللي أرسلتها لك المكتب. أنت؟ كيف جيتك بجرأة؟ كيف؟ أنا جاي أخطب بنتك فاطمة، أريد أتزوجها على سنة الله ورسوله. تحلم؟ تحلم؟ أنت؟ صدقني يا أستاذ عبد العزيز، أنت ما تعرفني زين. لا أعرفك زين، وهي بعد تعرفك زين، وما بتوافق تتزوج واحد مثلك. بس أنا متأكد إنها بتوافق. على فكرة ترى هي تعرف إن أنا اليوم جاي أخطب. صدقني يا أستاذ عبد العزيز، أنا ما سويت إلا سويته إلا علشان فاطمة. لا تحاول تضحك علي مثل ما ضحكت عليها. ما أنا اللي يضحك عليه. أنا أحذرك تتقرب منها وحتى تحاول تكلمها. قناع وجهك المزيف هذا أعرفك إيش فلها. نعم أعرفك إيش فلها. خلي بالك مرة ثانية
تفضل. وانت الثاني بعد جاب رجيع روحي روح داخل طلع برا 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 برا. ابوي ليش ليش يا ابوي ليش؟ هذا الانتهازي جاي يخطبك يا ابوي. لا اخبرك عن بلاوي واللي سواه. انا كان... عارفه عارفه عارفه. يعني كلامه صحيح انك عارفه انه هو جاي؟ كيف رضيتي بهذا الخسيس يا ابوي؟ بس بس ما اريد اسمع منك شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي فاطمة 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 تفضل يا أستاذ وعطني رأيك. ممتاز ممتاز جدا وهذا انجاز عظيم يا مهندس سيف. المهم التنفيذ يكون صح ومثل ما انت تريد ان شاء الله. احنا كنا وين وصرنا وين لولا المهندس سيف. ايش هذا؟ هذا شيك من العم عبد العزيز عبد الله والشيك الثاني من الاستاذ حمد. عفوا استاذ، انا من رايي انه ما نصرف هذه الشيكات الحين. طبعا انا ما اريد اقلل من شان الاثنين، هم يشكروا على موقفهم هذا، لكن انا بعدني اقول ان الاستاذ خلفان بعده في صحته وعافيته وما محتاج للمساعده او الاحسان. على العموم احنا نحتفظ بالشيكين، اذا احتجنا لهم نصرفهم واذا ما احتجنا لهم بنرجعهم. خلاص اللي تشوفه يا استاذ، وان شاء الله ما بنحتاجهم. انا بصراحه يا مهندس سيف ما كنت اعرف ايش اسوي بدونك. انت بصراحه بتعديلك هذا حققت إنجاز معماري كبير جدا جدا جدا. لا أبدا أستاذ، أنا حاولت أستفيد من الأخطاء اللي صارت وأحاول أصلح المباني بطرق حديثة واتبع المواصفات بدل الإزالة والبناء من جديد وزيادة التكاليف بعدين. أنت كده يا مهندس سيف ريحتني. راشد انا كنت جاي منك. وانا بعد كنت جاي منك. خير ان شاء الله. راشد انا صار لي فتره ما اقدر انام. ليش؟ خير ان شاء الله. انا ملاحظ انك مو طبيعي، صار لك فتره دائما سرحان وما تتكلم، ليش؟ ما اعرف ما اعرف. زين يا اخي انا قلت لك اكثر من مره روح البلد معنا، بس الله يهديك انت دائما تاخر روحه. صعب صعب يا راشد، صعب صعب اني اترك خلفان في الحاله اللي هو فيها. يا سلام عليك يا حمد، يا سلام. وينك يا سالم؟ وينك تجي تسمع وتشوف وفاء الأصدقاء؟ راشد أنا أريد أكلمك في موضوع مهم، ممكن؟ تفضل، أنا تحت أمرك يا حمد. راشد أنا بغيت أسألك في الأول، أختك زهرة مرتبطة؟ لأني أريد أتزوجها. أختي زهرة؟ لا بس يعني راشد إذا كنت ما موافق خلاص، أنا عندي اللي بيني وبينك من صداقة هو الأهم. بصراحة هذه مفاجأة لي. ما أدري مفاجأة حلوة ولا الحقيقة ما أعرف. ما يخفى عليك يا راشد أني ما أعجب بيها، وكل اللي أتمناه أنها تكون من نصيبي. حمد أنت مثل الأخ بالنسبة لي وتهمني سعادتك. خلاص يا رجل خلاص، لما نروح البلد هالمرة أسألها. من هذا؟ ما أعرف، على إذنك شوية. تفضل. صافية أختي. حمد أبوي. الحمد لله على السلامة. تفضلي تفضلي حياتك. تفضلي. ألف ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا هلا يا مرحبا، أعرفكم على بعض. بالله. هذا راشد احسن باحث كيميائي عندي في الشركه وصديقي بعد. اهلا وسهلا. اهلا بك. وهذه يا سيدي صفيه اللي كل ساعه اكلمها في التليفون.
عموما الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. معقولة؟ معقولة تيجي بدون ما تخبريني؟ على الأقل انتظرك في المطار. سامحني يا حمد، ترى غصب عني، نحن ما كنا ضامنين وعيد الطيارة، وبعدين السفرة جت صدفة. المهم اني وصلت، وخالتي وبناته وولاته كلهم يسلموا عليك. الله يسلمهم بالخير والعافية. ها قولي لي ايش اخبار النتيجة؟ طبعا ناجحة. لا وبامتياز بعد. الحمد لله ومبروك على نجاحك. على ما اعتقد عاد ما بتركي اخوك بعد اليوم. ابدا، بجلس هنا مع اخوي شقيقي. ها وايش الاخبار بعد؟ عفوا عفوا، انا بترككم اكيد الاخبار كثيرة وهوايدة. وين رايح يا راشد؟ احنا بعدنا ما خلصنا كلامنا. وين كان انا فهمته وحفظته زين. انا استاذن. زين يلا مع السلامة. حياك الله يا راشد. فمان الله. اهلا وسهلا بصفية. فاطمة انا عودتك على الصراحة دائما يا بنتي، خلينا نتفاهم. انا ما اريدك تخرجي من حزنك علشان ترجعي له مرة ثانية. كان على الاقل يا ابوي تاخذ رأيي، هذا من حقي. من حقك؟ بس هذا انسان معروف طبعه، كذاب مخادع، اللي يبيع اسرار شغله يكون يبيع نفسه يا بنتي. حد يخدع وينهب الانسان اللي اعطاه الثقه؟ ممكن يخدعك وينهبك. هذا ما حط اعتبار حتى لعمه اللي هو في مثابه ابوه. انت اللي شجعته. غلطه وانا صلحتها. انا متاكد انه طمعان فيش. سمعيني، المثل يقول ما يفل الحديد الا الحديد. انا بحاربه بسلاحه وبرضاش انت. كيف؟ نحن اذا فهمناه انك زعلانه معي وانك علشان رجعتي كل شيء باسمي من املاك وغيره، انا متاكد انه رايح يبتعد عنك. ما اعتقد. من يعرف كل هذا بتشوف الوجه الآخر اللي انتي ما شفتيه. يا بنتي أنا لازم أحميش، أحميش حتى من أفكارش. فاطمة انت لو سألتي عن مكانتش، مكانتش الروح يا بنتي، والروح عزيزة. أعتقد فهمتني. فهمتنك. تفضل. شكرا حسنتي. تفضل. احسنتي صفية. اقول احنا بصراحة بطننا خاص من الطبخ اللي انا طبخه، نريد ناكل اكل صناعة حريم، ما كذا يا راشد؟ عفوا اخي العزيز، انا ما جيت هني علشان اطبخ وبس. لا، مع شغلي في البيت انا اطمح اني اشتغل، هذا بعد اذنك. انا ما عندي مانع، هذا من حقك. لا وعندي طلب بعد. تفضلي، طلباتك اوامر. ما يامر عليك عدو، صراحة بغيتك تفضيلي نفسك كم يوم تلففني على بلادنا، أريد أشوف كل جزء فيها. بصراحة أنا وايد وايد مشتاقت له، أريد أشوف اللي صار بعد كل هذه السنين. بتشوفي صورة أخرى على الصور اللي كانت من سنوات، تغيير في كل شيء وفي كل المجالات، في البناء والزراعة والتعليم والصناعة. أنا متأكدة من هذا. ها متى اعتمد طلبي؟ طلبك مجاب. بس ايش يا اخي، البنت لازم تشوف بلادها. خلاص ناخذها معانا يا راشد. يعني ما بنروح عشان الموضوع اللي كلمتني فيه؟ امرنا لله، نعطل مصالحنا وشغلنا علشان خاطر صفية. ها متى نبدا يا حمد؟ من اليوم اذا كان مناسب. خلاص من اليوم. يا سالم أنا ظروفي الحين تغيرت، وبصراحة أنا ما عارفة إذا كان بعد هذا التغيير أنت بتكون متمسك بي ولا لا. أنا ما فاهم أي شيء. أنت جالسة تكلميني اليوم بالألغاز؟ أنا أريد فاطمة، فاطمة وبس. سمعيني، إذا أبوك فاهم إني مطمن فلوسه فيكون غلطان، وبعدين كرامتي ما تسمح لي أتزوجك وعندك ريال واحد. سالم أرجوك أتبلغين أبوك بهذا الكلام. بس كلامك صحيح، صدقني أنا ما عندي شيء. إيش؟ هو خيرني بين شيئين، إذا وافقت على الزواج منك يحرمني من كل شيء، وإذا رفضتك بيعطيني كل شيء. وأنت إيش اخترتي؟
أنا اخترتك أنت طبعاً. أنا؟ إيه. بس أكيد هو يتمازح. معقول يسوي معي كل هذا؟ أنت بنت الوحيدة. أنا مثل ما وافقت عليك تركت له كل شيء. إيش السالفة؟ هذه إيش تقول؟ الظاهرنا متفقة مع أبوها علي. ما عليه. حتى وإن كان كلامه صحيح. هذه بنته. أكيد كل شيء بالأخير بيرجع لها. أكيد. ليش ساكت؟ ساكت من الفرحة. لأني أسعد إنسان في العالم كله. إيش يعني؟ أنا أحس أن السد اللي كان واقف بيننا انهدم. أنا أريد فاطمة. فاطمة بس. فاطمة اللي أصرف عليها من كدي ومن تعبي. ما أريد فلوس أبوها. ما أريد. هو قال لك ذاك يا فاطمة؟ هيوة. إذا هو فهم اللعبة. ممكن أنت ما قدرت تلعبي دورك زين. أعرفه ثعلب مكار. مهما كان هذا بيخلينا أغير رأي فيه. يا أبوي أنا تكوني عاملة تكوني موافقة عليها فاطمة. حتى لو قدمت لسالم فرصة ما أقدر لأنها بتكون على حساب سعادتك. سالم هو تعاستك. ما أدري كيف ما تثق بكلامي. أنا أبوش. فاطمة بنتي أنا عندي فكرة ويا ريت لو توافقيني عليها. تفضل يا أبوي. نحن نسكت عن هذا الموضوع الحين. تكون عندنا فرصة نفكر فيها أنا وأنتي. أنا ما أريدك تسجني نفسك في فكرة واحدة تسيطر عليش. ما معنى كلامي إني ما أريدك تتزوجي. لا يا بنتي الزواج من حقش. لكن الاختيار لازم أشاركش فيه لأني أبوش. أنا أريد أشوفش أحسن إنسانة في الدنيا. يا أبوي من هذه آخر مرة أكلمك في هذا الموضوع. أنا أعطيتك فرصة ثانية علشان تفكري وتقرري. أحاول أوضح لك نقاط أنت ما شافتنها. وبعدين أنت حرة وليش القرار؟ سعيدة يا صفية؟ لا طبعا مو سعيدة. ليش يا صفية؟ ليش؟ يعني كل يوم كذي نص ساعة بس وترجعوني البيت؟ ترى عندنا شغل الله يهديك يا صفية. يعني الشغل أهم مني يا حمد. الله يهديك يا حمد. الله يهديك. ليش زعلت البلية يا حمد؟ ليش؟ أنا ما أريد أزعلها بس هي الله يهديها. صفية صفية من هناك. هلا ابوي. هلا هلا ولدي كيف حالك؟ طيب الحمد لله. كيف حالك العم حمدان؟ اهلا ولدي كيف صحتك؟ الله يعافيك. اخبارك؟ الحمد لله طيب. الله يخليك. الصحه والعافيه. لو اتصلت بي قبل لا تجي الله يهديك يا ابوي. يا ولدي جت مفاجاه. انزين عمي حمدان تفضلوا معنا نتغدى مع بعض. ما يخاف يا ولدي انا ما جاي اطول. جاي اقول كلمتين حق ولدي راشد واروح بسرعه. معقولة ترفض تتغدى من يدي؟ تعيش إن شاء الله. أنا بروح أرتاح عند ولدي راشد شوية وبعدين جيت أتغدى عندك علشان لا تزعلي بس. زين على راحتك يا عمي. أهلا وسهلا فيك يا عم حمدان. الحقيقة مفاجأة سعيدة لنا كلنا. هذا من أصلك يا ولدي. وكيف زهرة؟ أقصد العمة آمنة وأهل البلد والصيادين يعني كلهم يدعو لك وما ناسين اللي أنت تسويه علشانهم. أنا بعدني ما سويت شيء يا عم حمدان. الله يوفقك يا ولدي لفعل الخير دائما إن شاء الله. تفضل يا أبوي تفضل تفضل. راشد لا تنسى. راشد لا تتأخروا. إن شاء الله.
أنسة هند تعالي شوي لو سمحتي. تعالي براويك شيء. أيوه. شوفي يا هند، تشوفي هذا الجدار؟ هذا هني لين هني، تشوفي؟ أنا ما أشوف إلا شخبطة. تعرفي هذه الشخبطة لو تنفذت بتوفر لكم كم؟ ما أقل عن 20,000 ريال. صحيح؟ طبعاً أنا بنفذ الفكرة. إنزين، بس الله يخليك، أبوي طلب مني أقول لك تمر علي وبالمرة تعرض عليه أفكارك الجديدة بخصوص المشروع. حاضر، أمر عليه إن شاء الله. يتقبل الله منك يا أبوي. منا ومنكم جميعا إن شاء الله. أبوي. نعم ولدي. أنا أريد أكلمك في موضوع مهم. وأنا بعد أريد أكلمك في موضوع مهم. خير؟